عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم، نواصل معكم الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو وماذا حدث ووصلنا لفين. هو ده المحور بتاع مجموعة حلقات هذا الأسبوع من الحياة اليوم. النهاردة ضيفي الآن على الهاتف، هنتكلم معاه لأنه له رؤية شاملة، ينظر إلى كل شيء وينظر إلى محاور متعددة، وأحيانا ممكن احنا ما ناخدش بالنا، ولكن في ناس متخصصة ان هي رؤيتها تكون من بعيد وشاملة بالإضافة إلى رؤيتها للحقائق الدقيقة ومتابعتها لهذه الحقائق. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين أديب، مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. مساء الخير أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وبسعادة وبحرية وينعم بحياة مستقرة الحمد لله. الحمد لله. شهادتك عن 30 يونيو بعد 8 سنوات، مش هقول لك كنا فين وبقينا فين، ولكن لمحات عن 30 يونيو ثم ما وصلنا إليه وكيف تأثرنا حولنا وكيف تأثرت دول أخرى بما وصلنا إليه. تعال نشوف المنهج اللي هو بيسموه بالريفرس بوسيبيليتي، يعني الاحتمال المناقض للامر، يعني لا الله ماذا كان يمكن ان يحدث لو لسه جماعه الاخوان المسلمين بتحكم حتى الان. يعني لا قدر الله كان في قياده في الجيش المصري، وهي مستحيله، لكن لو افترضنا من باب الاحتمالات، قررت ان هي باي شكل من الاشكال تنحاز لحكم جماعه الاخوان، وما حصلش ثوره والناس ما اثرتش ولسه جماعه الاخوان بيحكموا دلوقتي. الاسئله التي تطرح هي اسئله منطقيه. هل كان مصر ستكون اكثر استقرارا؟ السؤال الثاني، هل كانت تكون اكثر تنميه من ناحيه التنميه الاقتصاديه؟ نمرة ثلاثة، هل كانت المشروعات اللي ممكن تتعمل زي قناة السويس بتمويل كامل، مش بتباع لدولة أجنبية هي اللي تمولها، بتمويل كامل من الشعب المصري العظيم؟ هل كانت السبع أنفاق تحت قناة السويس كانت في هذا الزمن القياسي؟ هل كل الانفراستراكشر المصري ده كان عمل في الطرق وفي الكباري؟ هل كانت الدنيا هتكون افضل، بمعنى انه علاقتنا العربيه بالذات مع دول الخليج والعراق والاردن، هل كانت مصر كانت هتبقى مستعمره تركيه؟ هل كانت عمليات تحرير سعر الصرف اللي هو قرار لم يجرؤ انسان ان هو يعملوا في العالم العربي بهذا الشكل، دولة ذات اقتصاد موجه تتحول إلى آليات السوق الحر؟ هل كانت مصر تستطيع أن تقضي على الإرهاب في سيناء؟ هل كانت هيكون عندها هذا الدور المسيطر في غزة، رغم أنها النظام اللي موجود جنبها في غزة هو نظام الإخوان المسلمين؟ هل كانت تنتج كل هذا البترول بهذا الشكل؟ هل كانت الصادرات المصرية هترتفع بهذا الشكل؟ هل مصر كانت هتكون الأولى في الموالح والأولى في إنتاج البلح بالنسبة للعالم؟ هل كانت مصر ستدخل أفريقيا بهذه القوة في عمل سدود وعمل بنوك وعمل مشروعات؟ هل كانت مصر بعد فضيحة الجلسة اللي أعلنت وقت حكم جماعة الإخوان بنقول لك طب نطلع طياراتنا نضربها وهي الجلسة على الهواء، هل كانت مصر ستحسن إدارة ملف سد النهضة؟ هل كانت مصر ستتحول إلى دولة تكون التاسعة في القوة العسكرية؟ السؤال، لو كانت جماعة الإخوان المسلمين هي تحكم، هل كان ده هيكون حال مصر النهارده؟ فهنا القصه تتفهم على طول.
استاذ عماد. استاذ عماد طب احنا هنحاول نجيب استاذ عماد زي ما حضراتكم شفتم. نفس الفكرة اللي احنا بدأنا بيها هذا الاسبوع هو نفس الفكر اللي سأل بيه او جاوب بيه الاستاذ عماد الدين اديب. نفس الفكرة، احنا بدأنا معاكم الاسبوع بسؤال وعملنا عنه حلقة ومستمرين فيه دائما مع ضيوفنا اللي احنا بنستضيفهم طوال هذا الاسبوع، ماذا لو؟ لان السؤال ده عندما نحكم الآن أين نحن وأين وصلنا ونقعد بقى مبسوطين وكل حاجة، ولكن يجب دائما أن نتذكر طب إيه اللي كان هيحصل لنا لو ما كانوش مشيوا الإخوان، أو لو ما كناش عملنا هذه الثورة، أو لو ما كانش الجيش وقف وانحاز للشعب ولم ينحاز للإخوان. خدوا بال حضراتكم، دي مناطق محورية جدا جدا واختيارات مصيرية في تاريخ مصر والشعوب في العالم. انك انت لما تتحرك هو التكتل الاكبر والاعم والمصلحة العامة بتكون لمين؟ ما هو كان ممكن الجيش ينحاز الى فصيل ونفضل احنا كلنا نعاني كشعب، كانت الدنيا هتتبهدل، ولكن الجيش انحاز الى الشعب في 25 يناير، ثم انحاز الى الشعب مرة اخرى في 30 يونيو. وبالتالي الاسئلة التي طرحها الاستاذ عماد اديب كلنا عندنا ليها الاجابة. هل كنا هنشوف كذا؟ هل كنا هنشوف كذا؟ هل كنا هنشوف كذا؟ هل كنا هنشوف قناة؟ كل هذه الأسئلة من نوعية الأسئلة التي تدفع بالمشاهد والمستمع لهذه الأسئلة أو المطلع عليها للإجابة فوريا، لأن هو بيفكرك بس، لأنك أنت كنت هتقول كل الأسئلة جابتها قدامها إيه؟ لا 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 لا، ما كناش هنشوف كل هذا الكلام. حتى مع كل الضغوط التي يتعرض لها مصر نفس الإجابة. عاد مرة أخرى الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين أديب، تفضل يا فندم. أنا الخط قطع معانا. طيب المشكلة أنا آسف الخطوط سيئة وأنا في مكان عام كمان ممكن يكون في أصوات، فمعلش سامحني. هو يجب النظر لهذا الموضوع، يجب النظر لهذا الموضوع. لا تلفزيون انا اسف معلش، ناس فرحانين بفوز بريطانيا، معلش انا اسف بس الشد. ولا يهمك يا فندم، ولا يهم. فدلوقتي انه مصر لا تقوم بمحاور، مصر تقوم بعمليات تنسيق مع كل القوى العاقله والمعتدله. يعني هذا يجب ان ينظر له في كونتكست، او في ان عندك اولا علاقه طيبه مع كل دول الخليج، عندك المحور اللي هو كان موجود مع دول الاعتدال العربي، مصر، الامارات، السعوديه، البحرين. ايضا يجب النظر لتحسن العلاقات مع دوله قطر، وان شاء الله تستمر بهذا التطور التدريجي. يجب النظر ايضا الى عوده مصر لعلاقات افريقيه جيده، التنسيق الأمني مع 6 دول حوالين أثيوبيا، المشروعات التي تقوم بها مصر في أفريقيا في سدود ومشروعات وبنوك وطنية موجودة في أفريقيا وتلعب دور مهم. كل هذا العلاقة اليورو متوسطية، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، التحسن الأخير اللي حصل في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مكالمتين لبايدن في 4 أيام، العلاقة القوية جدا مع الصين وروسيا. مصر استطاعت الآن أن هي تقوم بنوع من التحالفات، ما فيش محور ضد محور. في 3 حاجات احنا ضدها حسب فهمي، يعني أنا ما بتحدثش باسم أحد، بس احنا مع مش أي مشروع فيه الدولة الوطنية ضد حكم ميليشيات. احنا نمرة 2 ضد الارهاب التكفيري ومحاولة استخدام الدين في السلطة. نمرة 3 ضد التدخل في شؤون الغير او الانظمة او الدول التي تحاول السيطرة على دول اخرى او التدخل في شؤونها او تأثير على الامن القومي العربي. من هنا تتحرك في عدة خطوط، مش بتتحرك انك انت مع الدولتين دول ضد الدول دول. يعني العالم العربي عانى لسنوات طويله جدا انه ما كان ما بين ما يسمى بالرجعيه العربيه والدول التقدميه.
وبعدين ابتدى يعاني مع محور الدولة قلب ضد الدولة دي، أو دخول وحدة زي الوحدة مع سوريا علشان يكون البعث ده ضد البعث ده فتستقوي بدولة زي مصر. لا، احنا ما بنلعبش مع حد ضد حد، احنا عندنا مجموعة value systems، مجموعة قيم لمشروع الدولة الوطنية المصرية، بنحاول على أساسه نقيم مجموعات من العلاقات كلها. لازم تبص للنتيجة النهائية، مش العلاقة الثلاثية أو الثنائية أو الرباعية أو الخماسية. وأنا في اعتقادي، ويمكن أكون صح أو أكون غلط، إن في الآخر الرئيس السيسي سيلعب دور المايسترو إن يربط كل هذه العلاقات مع بعضها حتى يشكل ما يسمى بالتحالف الاعتدال العربي. ده شيء عبقري جدا وتوقع ممكن نتطلع إليه في الفترة القادمة. هنقل حضرتك هنا إلى منطقة بيخاف منها المصريين النهاردة لما بيشوفوا كل هذا البناء، المدن الجديدة، التطور، الجامعات، المناطق الصناعية، المناطق الزراعية، كل ده يقول يعني هم هيسيبونا، ما هم كده مش هيسيبونا أبدا وهيخبطوا فينا. رأي حضرتك إيه في ده؟ هل كان من المفروض ما نعملش كل الكلام ده ونعمل كل التطوير ده، ولا هل نعمل التطوير ونستعد؟ دور المواطن المصري في الفترة القادمة ايه هو في نظرك؟ طب خلينا نبتدي واحدة واحدة. حضرتك طرحت سؤال مهم جدا بس في عدة نقاط. يبدأ من فكرة ما هو تعريف القوة بالعصر الحديث. تعريف القوة ليس فقط القوة العسكرية، انك تستطيع ان تحمي امنك القومي، لا، سلامة المواطن المصري من الإرهاب التكفيري، ده أمن قومي، ده تعريف قوة. الاستقرار البلاد والعباد، ده أمن قومي. نيجي بقى للنقطة الأهم، كفاية وتحسن خدمات وتحسن مستوى الحياة للمواطن المصري التي عاش سنوات طويلة يئن من عدم الرعاية الحد الأدنى اللي كان يتوقعها من ملايين المصريين اللي كانوا تحت خط الفقر، ده في حد ذاته احد عناصر القوه. وانا حسب فهمي ان الرئيس السيسي تعريف القوه عنده هو مصر القويه. مصر القويه اللي هي ايه؟ تستطيع ان هي تدافع عن نفسها، تستطيع ان هي تحقق رفاهيه للانسان، تستطيع ان هي تحمي امنها القومي، تستطيع ان هي توفر حياه كريمه لمواطنيها. ده مش هيحصل الا ب، يعني انت تسمع كتير الرئيس السيسي يقول لك يا ريت كان عندي 100 مليار دولار. انت اكيد سمعت وهو بيقول لو كان معايا كنت استغل. ليه؟ لان هو عنده مشروع متكامل لمصر التي في خاطره، او مصر التي في خاطره، ان هو مصر القويه، مصر القويه بتنميتها، بتعلمها، باستثماراتها، بفتحها دخل، ببيع قوي، ميزان تجاري ايجابي، بمعدل تنميه مرتفع، بتضخم مسيطر عليه ومنخفض، ببطاله مقبوله، لان مفيش دوله في العالم ما فيهاش بطاله خالص. كل هذه الامور هي تعريف القوه. فتعريف القوه ده لابد ان احنا نذهب له حتى لو كلفنا حياتنا. هذا تحدي او مسار اجباري لا يمكن التنازل عنه أو التراجع عنه، لأن هو ده معيار القوة وهو ده أملنا في حياة كريمة لملايين المصريين. كل محاولات اللي بتحصل في المنطقة هي جزء منها، أنا ما بؤمنش بأنه التاريخ مؤامرة، لكن جزء فيه مؤامرات، وهناك مؤامرة وعمل ممنهج لجر مصر إلى حروب، لأن الحرب اليوم أمر مكلف جدا. طبعا أغلب حاجة فيها أرواح الناس، لكن هي لما تيجي مثلا تدخل في حرب يجرك الى الصحراء الليبيه او ادغال اثيوبيا أو أو, او 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 انت بتعطل خطه التنميه، بتوجه مواردك في اقتصاد حرب الى عمليه استنزاف للموارد والاموال، فبالتالي هو عطل لك مشروع التنميه. لما بيعطل لك مشروع التنميه، مشروع مصر القويه، هو في الاخر حقق حلمه أو أملوا إنه مصر لا تصبح دولة قوية. فمن هنا بذكاء كيف يمكن أن نحقق أهدافنا بأقل تكلفة وأقل عمليات استنزاف على الاقتصاد المصري. نحن الآن نحلم بدولة تستطيع أن هي تكون ذات سيادة،
تحقق سيادتها عن الأمن القومي، تستطيع أن تحميه بوجود جيش ترتيبه في جيوش العالم، وأيضا تستطيع أن تكون لها علاقات طيبة مع كل العالم. هذه العلاقات الطيبة اللي مع كل العالم في المنطقة وحواليها لا تجرها إلى نزاعات. لكن نيجي للخط الأحمر، إذا هتعطشني وتمنع عني حصص التاريخية أنا مش هعرف أتفرج عليك، ده نمرة واحد. إذا أنت رجب طيب أردوغان قررت أنك أنت تعتقد أنك ذكي وتريد أن تتآمر عليا وما تسحبش 25,000 مرتزق اللي أنت جبتهم من سوريا ودربتهم وسلحتهم عشان تهدد أمني القومي وحدودي الغربية، أنا مش هقدر أتفرج عليك. في أمور، وإذا تمت الخيانة الثانية لا قدر الله في سيناء، إحنا مسيطرين على سيناء. في أي جبهة من الجبهات، سيناء، ليبيا، أثيوبيا، مصر عندها القدرة للردع وللهجوم ولتحطيم مشروع سواء كان بالدبلوماسية أو بالسلاح. لكن التفكير اللي أنا فاهمه من طريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لجوء إلى العمل العسكري هو واجب وضرورة، حينما وكرر تحط تحت حينما ده 20 سطر، حينما تصل إلى الحائط المسدود وتستنفذ كافة الوسائل الدبلوماسية. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين أديب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.